وتصدر الإشارة إلى أن مكونات هذه المقاربة كتضمن 4 ديال الرافعات، 11 ديال الإجراء محوري كتستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأواش الكبرى اللي انخرط فيها المغرب. الركيزة الأولى لهذا الإصلاح كتهدف إلى اعتماد حكمة جديدة كتوخى تقوية آليات التقنين وضبط العمل الفاعلين وتعزيز الحكمة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات الاستراتيجية المركزية والترابية. وهذا الشيء غادي يجي من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري على المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الري في مختلف السياسات العمومية الصحية، إحداث المجموعات الصحية الترابية اللي غادي تعطاها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وتقوية ديال آلية ديال التعاون والشراكة يعني بين القطاعين العام والخاص، إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، إحداث وكالة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومراجعة المهام والوظائف والهيكلة ديال الإدارة المركزية. في حين كتسعى ركيزة الثانية إلى تتمين الموارد البشرية، وهذا كلهم أدوا لهم دي بروجي دو تكست اللي هما اليوم راه معروضين على الغرفتين، والسيد الوزير غادي يقدم شي حاجة بعد هذا الصباح. بديتي اليوم ياك هذه العشية إلا سمحتوا الركيزة الثانية كتسعى إلى تتميل الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، حتى هو قانون غادي يكون عندكم، لتحفيز الرأس المال البشري بالقطاع العام وتقليص الخصائص الحالية في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين فضلاً عن انفتاح الكفاءات وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة كذلك هنا في المغرب ولا في الخارج وحتها إلى العودة إلى أرض الوطن. فبغلاف مالي يفوق 3 مليار ديال الدرهم، هذا ما دخلش في هذاك 8 مليار اللي تكلمت عليها قبيلة ديال لا سونتي، هذه 3 مليار ديال الدرهم وقعت الحكومه على اتفاقيه اطار كتهدف الى رفع من عدد مهني الصحه من 17.4 لكل 10,000 نسمه المسجل سنه 2021 الى 24 لكل 10,000 نسمه بحلول 2025، ونوصلوا ان شاء الله ل 45 في افق سنه 2030. لهذا باش يكون التوافق والمعايير ديال المنظمه العالميه للصحه اللي هي اليوم محدده في 23 من مهني الصحه لكل 10,000 نسمه، علاوه على مضاعفه العاملين في القطاع الصحي من 68,000 سنه من 68,000 سنه 2022 الى اكثر من 90,000 بحلول 2025. توسكي باراميديكال وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليه الطب والصيدله وطب الاسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه 3 مرات. اون فاتريبلي لو نوم ديال الناس اللي غادي يتخرجوا من هذه المعاهد، اضافه الى ارساء هندسه جديده للتكوين الاساسي في كليات الطب والصيدله وطب الاسنان، واحداث 3 كليات للطب والصيدله و3 مراكز استشفائيه جامعيه بكل من الراشديه بني ملال وقلميم، وان شاء الله الدخله مازال جايه في الطريق. اما الركيزه الثالثه قلنا كاين 4 ديال الركائز، فهي موجهه نحو تاهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربه بغيه تيسير الولوج للخدمات الطبيه والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائيه عبر التراب الوطني عبر اصلاح مؤسسات الرعايه الصحيه الاوليه وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. أما ركيزة رابعة هي الرقمنة ديجيتاليزاسيون ديال المنظومة الصحية الوطنية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، وذلك في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات المسار العلاجي.